في قضية الفساد في الأموال المخصصة لعلاج الجرحى، هل نحن أمام فساد مالي وفساد في الضمير؟ ماذا عن اختفاء قرابة مليون دولار كانت مخصصة للجنة الطبية السابقة؟ ومن هي الجهات التي تقف خلف الفساد وفق الوثائق والتحقيقات؟ أهلا بكم. كشفت التحقيقات والوثائق المسربة لنتائج تحقيق اللجنة المكلفة من محافظ المحافظة أمين محمود اختفاء مليون دولار كان مخصصا للجنة الطبية السابقة لعلاج جرحى الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بمحافظة تعز. حضرت التراشقات بين أطراف عدة على خلفية القضية التي برزت إلى السطح ضمن العديد من التفاصيل المتعلقة بتعز والتي تعيش وضعا ليس على ما يرام. قضية فساد مضاعفة كونها تمت في مدينة منكوبة مثل تعز، وكون الفساد تم في ملف جريح مثل ملف جرحى تعز الذين يكابدون جراحهم العاثرة ويكابدون الخذلان بينما يتم اختلاس الأموال المخصصة لهم. لا معلومات أو حيثيات بخصوص صرفيات تلك الأموال عبر اللجنة المالية الطبية، ولم تتم بواسطة استمارات اعتماد الصرف، ولا تزال قيد التداول وحديث الرأي العام. ملف جرحى الحرب في تعز علامة إخفاق كبيرة، غير أن ما هو أكثر من الخذلان وأبعد من الفشل في إدارة هذا الملف هو ما كشفته وثائق تتحدث عن اختفاء مئات الملايين من حساب اللجنة الطبية السابقة لعلاج جرحى محافظة تعز. اتهامات من رابطة جرحى تعز لرئيس اللجنة الطبية بعدم التجاوب مع لجنة الفحص للسجلات المالية ورفض تقديم أي إخلاءات مالية حول مبلغ يقدر بمليون دولار، ناهيك عن اختلالات قانونية ومطالب بإحالة الملف إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ونيابة الأموال العامة. اتهامات تؤكدها الوثيقة الصادرة عن شركة الجزيرة للصرافة، حيث تشير إلى استلام إيلان محمد عبد الحق حطان أكثر من 3,600,000 ريال سعودي تم توريدها لحسابها. نموذج لهذا التلاعب تكشفه هذه الوثيقة التي تقول إن كشف العملية المرفوع من قبل أحد المستشفيات بلغ 32 مليون ريال، فيما تقول لجنة التحقيق إن العملية لا تتجاوز 11 مليونا، أي بفارق 21 مليون ريال. لكن ما هو أكيد أن هناك أكثر من 3 مليارات ريال لا أحد يعلم أين ذهبت حتى اللحظة وسط تراشقات بالمذكرات وتبادل للاتهامات، فيما يقبع مئات الجرحى في تعز في خانة الإهمال حتى تعفنت جراحهم. ما كشفته الوثائق والمراسلات بين قائد المحور خالد فاضل ومحافظ تعز أمين محمود تؤكد حجم الهوة التي تتسع بين المؤسسات الرسمية والخلافات التي تتجاوز مشكلة الجرحى إلى ما هو أبعد من ذلك. تطالب مذكرة المحافظ من قيادة المحور بتوضيح أوجه صرف المبالغ وتصفية العهد لتفادي تكرار ما حدث ل3 مليارات ريال، فيما يقول قائد المحور إن التغيرات المتلاحقة خلال شهر واحد ب3 رؤساء كان سبباً في الحيلولة دون إكمال التحقيقات. التلاعب المالي تجاوز التكاليف الباهظة إلى وجود عمليات أجريت لا فائدة منها وأخرى لم يكن هناك داع لإجرائها، فيما أجريت عمليات لغير مصابي الحرب. عبث مفزع واختلالات مالية تظهر ملامحها في غياب العمل المؤسسي وعدم وجود آلية محاسبية أو رقابية لعمليات الصرف. إذا مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا عبر الأقمار الاصطناعية الدكتور محمد الثوابي رئيس اللجنة الطبية لجرحى تعز من تعز، وسينضم معه آخرون. مساء الخير دكتور محمد. مساء النور، أهلا وسهلا بكم. أهلا بك ونتشرف بوجودنا معكم. أهلا بك دكتور، ونتمنى أن تكون هذه الحلقة لوضع النقاط على الحروف وإيضاح الصورة كاملة للمشاهدين. جدل عنوانه اللجنة الطبية للجرحى تداخلت في عوامل كثيرة، حدثنا عن مكامن الخلل، وأود أن أوضح أنك يعني في هذا المنصب حديثا. أولا أهلا وسهلا بكم وشكرا على الاستضافة ومساء الخير.
موضوع الجرحى في تعز موضوع شائك وموضوع كبير، وموضوع حقيقة يعني يحتاج، نشكر قناة بلقيس حقيقة على طرحها لهذا الموضوع المهم والملح الآن في محافظة تعز. وأنا أؤكد أن هذا الملف هو الملف الشائك وهو الجرح تعز الحقيقي فعلا. نعم. نحن نقول للمشاهدين الأكارم أن لدينا من المشلولين 160 مشلول، هؤلاء يحتاجون إلى رعاية وإلى عناية وإلى علاج مستمر. لدينا 565 من المبتورين الذين يحتاجون أيضا إلى رعاية. لدينا 21,000 وأكثر من 900 جريح. لدينا 300 جريح الآن بحاجة إلى سفر عاجل. لدينا 700 جريح يحتاجون إلى علاج في الداخل حالياً إلى إجراء عمليات. الملف كبير والملف إنساني بغاية الدقة، ونحتاج ونناشد هنا وأؤكد أننا نناشد الحكومة الشرعية بقيادة فخامة الأخ رئيس الجمهورية حفظه الله ونائب رئيس الجمهورية نائب القائد العام للقوات المسلحة ودولة رئيس الوزراء ورئاسة هيئة الأركان العامة ومحافظة محافظة تعز وقائد محور تعز أن لا نتنصل أحد عن جرحى تعز. نعم، لكن دكتور تحدثني عن أرقام مفزعة، أرقام يعني تباينت جراح هؤلاء الأشخاص ويعني مدى حاجتهم للعلاج، ولكن في المقابل هناك أرقام مالية مفزعة لفساد تبين من خلال يعني القضية التي فتحت بشأن فساد اللجنة الطبية للجرحى والأموال التي سلمت لها والاتهامات التي صدرت حولها منها وإليها. يعني كيف تحدثون عن هذه الأرقام في ظل أن هناك أيضا مبالغ باهظة لا يعلم كيف تم صرفها ولا كيف تم يعني التصرف بها؟ أنا هنا أتحدث عن الحالة الإنسانية لجرحى تعز لكي يصل الصوت لكل إنسان أو لكل مسؤول في حكومتنا وفي حكومة الشرعية. نعم. هنا حالة إنسانية شديدة جدا. وأما ملفات الفساد هذه قد شكل الأخ المحافظ مشكورا بلجنة التحقيق، وهي من ستجيب على إذا كان هناك فساد أم لم يكن، إذا كان هناك أشياء يعني تجاوزت القانون كيف تستلم أخلاق كيف المهنة. تقبل دكتور اسمح لي، نعم يعني الملف الإنساني هذا ربما نحن معنيون به دائما وأبدا، ولسنا بصدد التنصل عن الحديث عن مدى حاجة هؤلاء الجرحى، ولكنهم أيضا بحاجة لمن يتحدث عن ما يصيبهم من خذلان بسبب قضايا الفساد التي يتم الإعلان عنها. كيف تقبل أن تستلم لجنة طبية أن تكون على رئاستها وهي مليئة بهذه الاتهامات وهذا الخلل الواضح؟ بالتأكيد أنها لديك صورة، هل وضحتها لنا؟ نعم أختي آسيا، فعلا هذا هو تكليف لا تشريف حقيقة والله. نعم. لأننا فعلا نحن الآن برئاسة اللجنة نعتبره تكليف وواجب علينا، إذا تنصلنا عن هذا التكليف نحن سنكون أول من خذلنا جرحانا الأبطال. نعم. ونحن هنا يعني لخدمتهم ووجدنا من أجل خدمتهم، وهذه اللجنة شكلت من قبل رئاسة الأركان العامة بصفتي أنا رئيس يعني مدير عام المستشفى العسكري في تعز. نعم. وبرتبة عقيد في الجيش فسندت لي هذه المهمة، لكنها أنا أقول لكم أننا أتألم يوميا كإنسان كطبيب، أنا استشاري مسالك بولية، أتألم يأتيني القوم جريح فقد عينه، شاب عمره 18 عام فقد عينه اليمنى والآن عينه اليسرى تكاد أن تفقد. يعني نحن أنا كإنسان أنا أتألم يعني بصفتي كإنسان بغض النظر عن أني رئيس اللجنة أو غير رئيس اللجنة. أقول إلى المسؤولين لابد من صرف الأموال. ما معنى جرحى تعز بالذات الذين يعانون وتظهر شكواهم في الداخل والخارج؟ نعم، إذن يعني كونك استلمت هذا الملف دكتور، يعني بالتأكيد أنت استلمته ملف متكامل بعدد جرحى وب يعني حزمته المالية أيضا، ما الذي لديكم من أموال في هذه اللجنة؟ كيف يتم الحساب يعني أو كيف ستتم محاسبتكم؟ أنتم ماذا استلمتم بالضبط؟ نعم
نعم، نحن إلى الآن لم نستلم أريال واحد. أنا نعم. أقولها وعلى الهواء مباشرة وإلى كل الناس، إلى الآن لم نستلم أي ريال واحد أو دولار واحد من المال. نحن تابعنا الأخ قائد محور تعز ونزلت إلى عدن، وكنت أحاول أن أدرك رئيس هيئة الأركان لكنه سافر قبل أن أصل إلى عدن، سافر إلى الرياض. نعم. تابعنا قائد المحور بدوره تابع رئيس هيئة الأركان العامة، وبرئيس هيئة الأركان العامة تابع رئيس الوزراء. تابعنا المحافظة مشكورا وكان يعني متعاونا معنا، وكذلك قائد المحور تعاون معنا. نحن ما يهمنا الآن بعد ذلك، نحن توجهنا إلى رئيس الوزراء. رئيس الوزراء وجه وزارة المالية، وزارة المالية وجهوا نائب وزير المالية البطاني بتحويل المبلغ السابق من اللجنة السابقة إلى اللجنة الحالية الذي هو 246.48 مليون ريال بالبنك المركزي اليمني في عدن، وما زلنا نتابع في البنك المركزي اليمني، وخلال يومين القادمين إن شاء الله سنستلم هذا المبلغ، ونحاول أن نسعف ما قدرنا إسعافه في جرحانا الأبطال في الهند وفي مصر، وأيضا نسفر الجرحى الذين هم الآن في الداخل والذين هم الآن يعانون ويحتاجون إلى عمليات إسعافية وطارئة، وخاصة مرضى العيون. نعم، إذن الدكتور هذا ما توصلنا إليه. نعم، بالنسبة للمبلغ الذي ذكرته، ولكن يعني بطبيعة الحال أنتم بحاجة إلى ما هو أكثر، ولكن كيف سيتم صرف مبالغ جديدة ما لم تصفى العهد السابقة يعني والمعنية أو التي كانت بعناية لجنة الجرحى، اللجنة الطبية لجرحى تعز، كيف يعني سيتم الخروج من هذا المأزق والملفات ما زالت عالقة، الملفات المالية السابقة؟ طبعا المبلغ الذي نحن نتكلم عنه ال 246 مليون موجود الان في البنك المركزي في عدن، هذا نعتبره مبلغ اسعافيا لاسعاف الجرحى الموجودين الان العالقين في الهند والعالقين في مصر وبعض الجرحى، اما الملف كبير، نحن نحتاج يعني. طبعا انا عندما ذهبت الى المحافظ قال ان هناك 500 مليون ريال وعد بها رئيس الجمهوريه واقرت، يعني نحن نريد هذه المبالغ لكي نؤدي شيء يسير مما يمكن تقديمه لهؤلاء الأبطال الذين ما جرحوا في شارع أو في مشاجرات، جرحوا دفاعا عن الوطن وعن العرض وعن الدين. هؤلاء الأبطال لا يجب أن نتركن لهم جميعا. نعم، إذا اسمح لي أن ينضم معنا أحد هؤلاء الأبطال، عمرو الصمدي وهو أحد الجرحى من الهند. مساء الخير أستاذ عمرو. عمر، عفوا. نعم عمر، أليس كذلك؟ أيوة نعم عمر. نعم عمر، كأحد الجرحى وعضو أيضا رابطة الجرحى الذين احتجوا على فساد اللجنة الطبية، حدثنا عن تفاصيل ما حدث لكم. أولا نشكر قناة بلقيس على استضافتها على هذا الموضوع اللي هو ملف الجرحى، وشكرا لكل المتابعين وأهلا وسهلا بالجميع. ملف الجرحى بداية الخبيث والعصر حق لجنة الجرحى بدأت من رئاسة الوزراء عند أحمد عبيد بن بكر، هم محافظ المحافظات، هم الدكتورة إيلان. كيف وتم ذلك؟ أولا رئيس الوزراء شكل لجنة رئاسية برئاسة الدكتور محمد الثوابي، ثم تدخل محافظ المحافظة وقام بتغيير الثوابي واستبداله بالدكتورة إيلان التي كانت من المفترض ألا تقبل ذلك القرار، كون الدكتور محمد الثوابي زميلا لها أولا، وكونها وكيلة محافظة للشؤون الصحية ثانيا، كان يجب عليها أن ترفض القرار وتكون مشرفة على الجميع. المهم الذي تم بعد تكليف الدكتورة إيلان عبد الحق رئيسة اللجنة الطبية بديلا عن الدكتور الثوابي، انسحب أعضاء اللجنة 4 أعضاء، أصبحت اللجنة وعملها شبه مشلول تماما، اشتغلوا 4 أعضاء برئاسة الدكتورة إيلان وكان العمل عشوائي، لا يوجد أي لائحة تنظيمية داخل اللجنة، قاعدة بيانات أساسية وصحيحة ومكتملة للجرحى سواء بالداخل أو الخارج لا توجد داخل اللجنة، لا يوجد لدى اللجنة الطبية آلية واضحة بمعرفة ما إذا كان الجريح المراد علاجه جريح جيش وطني حقيقي أو مقاومة شعبية أو جريح مدني، فقط بقضايا الميليشيا أم جرحى حوادث جرحى ميليشيا.
اغلب القرارات التي كانت تتخذ داخل اللجنه الطبيه في تعز تتخذ فرديه، اقرار مبالغ ماليه من قبل اللجنه الطبيه في تعز تحت مسمى علاج الجرحى العالقين في الخارج دون استكمال وثائقهم ومعرفه من هم وزوجتهم. الجانب الرقابي وهو المهم معدوم تماما في اللجنه الطبيه، لا يوجد اليه عمل داخليه تحدد مهام موظفي اللجنه، رغم انني فعلت لهم اليه عمل داخليه منظمه اقروها في احد اجتماعاتهم الدوريه ولكنهم لم يلتزموا بها. كان يتم احاله بعض الجرحى للمستشفيات المتعاقده معها اللجنه من قبل بعض الموظفين دون علم اعضاء اللجنه الطبيه او الرجوع اليها لاقرارهم او رفضهم. احالوا بعض الحالات التي قررت اللجنه الفنيه تبرهم للخارج للعلاج داخل المستشفيات في تعز في مستشفى العباس مما تسبب لمشاكل داخل اللجنه الطبيه وتذمر كبير للجرحى. حدث تلاعب في تقارير جرحى في مستشفى العباس المتعاقد مع اللجنه الطبيه امثال الجريح مختار سلطان في تاريخ 31/3/2018 كتبه في تقرير مستشفى العباس اللي هو على حساب اللجنه الطبيه انه يحتاج الى سفر للخارج. والتقرير الثاني من نفس المستشفى صادر من مستشفى العباس مكتوب في التقرير الثاني لانه حسابه الخاص يحتاج الى علاج داخلي لان يتم تحديد كما في حق اللجنه الطبيه تلاعب في هذا الجرحى. تداخل موظفين مكتب الوكيل للشؤون الصحيه بموظفين اللجنه الطبيه سبب ارباك العمل داخل اللجنه الطبيه وتخبط. السماح بحضور بعض الاشخاص في الاجتماعات الدوريه للجنه الطبيه بدون اي صفه قانونيه. تكليف اشخاص لاعمال ومهام اللجنه الطبيه بدون صفات رسميه. لا يوجد وهو المهم لا يوجد للجنه الطبيه في جرحى تعز عقود ومناقصات لاسعار العمليات من عده مستشفيات اللي هي اسباب مناقصات او شركات الازياء او غيرها، كله شغل عشوائي ومعرفه. هذا بالنسبه لعمل اللجنه الطبيه بشكل عام. نعم، اذا بناء على لجنه التحقيقات التي تم تشكيلها عمر ولقائها بالمحافظ، الى اين وصلت تلك التحقيقات؟ التحقيقات اللي وصلت للمحافظه شكلوا لجنه بعد الفساد اللي ظهر هنا في الهند في البدايه. شكلوا لجنه تحقيق في فساد اللجنه حق الهند، يعني بعد فساد اللجنه حق الهند ارسلوا مندوب من لجنه تعز هنا تغطي الحقائق. المندوب رجع من هنا من الهند الى تعز بتقرير مفصل كامل اورد في احد التقارير ان نص المبالغ الماليه التي صرفت لعلاج الجرحى في الهند كانت كفيله لعلاج كافه الجرحى، معناته ان نص المبالغ الماليه اللي وردت لعلاج الجرحى في الهند وهبت موكله. اما بالنسبه لتقرير اللجنه اللي شكلت داخل تعز كان المحافظ محافظه تعز امين احمد محمود لجنه للتحقيق بملف الجرحى والفساد الذي حاصل فيه، فكلف اللجنه الاولى وثم لما بدا يظهر الفساد وينتشر الفساد اقام الدكتور عبد القوي الخلافي وقام تشكيل لجنه جديده، ثم برئاسه وكيل المحافظه لجنه الدفاع العام، ثم اقام مره ثانيه وقام تشكيل لجنه ثالث برئاسه الدكتور برئاسه رشاد الاكحلي. تخبط هنا وتخبط هناك، لا نعلم اين وصلت لحد الان التقرير، لن يوصلنا وصل من نسخه من التقارير ثلث انفقت الى الان. المحاسب والجهات القانونيه حق رابطه الجرحى 620 مليون ريال يمني انهبت لمخصصات الجرحى، مبلغ مليون دولار ما يقارب 6 أشهر. وكيلة المحافظة للشؤون الصحية تقول إنها في حساب البنك المركزي، بينما قبل أيام وصلني سند إن في حسابها الخاص المودع في الجزيرة. كيف؟ مش عارف. إذن ابقى معنا عمر. نعم، ابقى معنا، سأنتقل للدكتور محمد الثوابي. دكتور محمد، عديد من النقاط طرحها عمر وهو أحد الجرحى، وطرحها أيضا الإعلام من قبل في كثير من الأوراق التي ظهرت والوثائق التي ظهرت لتوضح مدى الفساد المستشري في اللجنة الطبية حسب هذه الوثائق وحسب أيضا لجنة الفحص التي أصدرت تقريرها. كيف يمكن العمل في ظل كل هذه الاختلالات التي حدثت في اللجنة الطبية، يعني حتى على مستوى التقارير تداخل أسماء الجرحى بأسماء مدنية وأسماء ليسوا جرحى حرب ولا يعني جرحى جيش ولا مقاومة، عدم وجود قاعدة بيانات، والعديد من النقاط التي استمعت إليها معنا.
طبعا انا كنت عضو في اللجنه السابقه وكنت نائب رئيس اللجنه، وكان هناك انجاز لا ننكر ايضا، كان هناك انجاز وكان هناك معالجه للجرحى نقولها بكل شفافيه وبصدق. ما مدى هذا الانجاز؟ كان هناك اختلالات، فانا اقول ان هناك يوجد لجنه تحقيق وهذه ستكشف عن جميع الاختلالات ونوكل اليها. ظهرت العديد من الاختلالات، وهي تشير لما سننتظر النتائج الكامله، وقد ظهرت بعض الاختلالات الواضحه يعني، وانت تتحدث عن هذه الانجازات، ما هو مقدارها مقابل هذا الفساد الحاصل؟ يعني ان نتحدث عن مبالغ تودع باسماء شخصيه، مبلغ ليس بالهين. كنا نتمنى ان تكون معنا الدكتوره ايلان التي وعدت بان تكون معنا للرد على الكثير من الاستفسارات، ولكن اغلقت جميع هواتفها. يعني انا استغرب ان تتاح الفرصه لشخص للدفاع عن نفسه ويرفضها، يعني لا أدري ما هو السبب. يعني حتى نحن لا نريد اتهام أحد بشكل مباشر، ولكن ما يظهر من خلال نتائج لجنة الفحص هناك يعني تناقض وتباين واضح في الأرقام دكتور. يعني ما هو الإنجاز وأنا أتحدث عن يعني 969 ألف دولار مودعة في حساب رئيسة اللجنة، لا توجد لجنة يعني مالية تتابع الصرف، لم يكن عبارة عن مستندات واضحة. يعني الكثير من النقاط التي ذكرها عمرو التي ذكرت أيضا من قبل لجنة الفحص، يعني كيف ترد على كل هذه النقاط؟ أنا لا أدافع عن أحد، أنا لا أدافع عن أحد مطلقا. دافع عن اللجنة التي كنت أحد أعضائها دكتور، أنا لا أريدك أن تدافع عن أحد، ولكن أريد أن توضح للصورة. أنا يعني الآن أنت تحدثني أنك كنت أحد أعضاء اللجنة والنائب أيضا. أنا أقول أختي، أنا أتيت معي هم إلى قناة بلقيس وإلى هذا البرنامج الرائع، أتيت وأنا أحمل هم هناك جرحى الآن يعانون. هذه الاتهامات وهذه التحقيقات لها مسارها ولها مسؤوليها ولها من يظهرها. أنا هنا أتحدث، أنا أتيت والله نفسيتي متعبة، أقسم بالله نفسيتي متعبة لما ألاحظ من إهمال لهؤلاء الجرحى الآن، سواء في الداخل أو في الخارج. نحن نقول نريد بسرعة إفادنا بمال نعطيه للناس. أنا طبيب وأنا أتعامل دكتور بإنسانية، يعني ونحن لسنا لجنة يعني مسيسة. وضح لي إذن هذه النقطة، وضح لي إذا سمحت هذه النقطة. يعني أقدر لك يعني اهتمامك وتعبك أيضا لأجل هؤلاء الجرحى، ولكن يعني كان بيدكم العمل وقت كنت أحد أفراد اللجنة، وأنت نائب اللجنة الطبية، كان لديكم الكثير من المال الذي لم يدار بطريقة صحيحة وأدير بطريقة عشوائية، وتم صرفه دون وجه حق لمن لا يستحق في كثير من الملفات. وهناك أيضا يعني وأنت طبيب أيضا، ربما ستقدر مدى الاختلال في فوارق المبالغ التي صرفت لبعض المستشفيات والتي أثبتتها لجنة الفحص. يعني نتحدث عن قرابة 20 مليون ريال فوارق، يعني ليست مبالغ هينة. نعم، أنا كما قلت أنه يعني أي عمل إداري هناك اختلالات. نحن تكلمنا مع الأخت الوكيلة، وهي قبل أن تكون وكيلة هي زميلة أيضا، تكلمنا معها انه يعني ليس قانونيا ان يبقى المليون دولار في حسابها الشخصي، ولكن يعني وهكذا كان رأي الاخوه في ماليه عدن، وكنا يعني نحسن الظن كما يقولون، والامور يعني كانت تمشي. لكن كما قلت انا لا اريد ان اتطرق الى اتهامات، لان هناك هذا مجالها، والاتهامات لا يعني لا تخرج بأدلة. هناك المالية وهناك الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يقوم بدورهن، سواء للجنة السابقة أو للجنة التي ستأتي، هذا دورهم وهذا واجبهم الوطني تجاه أي من يختل أو من يختلس أي ريال من 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 هؤلاء الجرحى الذين الأصل أننا نأتيهم من أموالنا. نعم، إذا دكتور سأعود إلى عمر، يعني هل يوجد لدى لجنة الجرحى يعني التي شكلت وصول حسابية معتمدة أو أرقام معينة، أو لديكم يعني ما تثبتون بأنه تم إهمالكم، خاصة أنتم الذين في الخارج؟ يعني حصل لكم إهمال شديد، أخرجتم من المستشفيات، تم ملاحقة بعضكم لانتهاء التأشيرة، والبعض الآخر لعدم سداد الفندق أو المستشفى.
هل اللجنة السابقة أو الجديدة؟ يعني حدثني عما شئت، يعني ما الذي لديكم سواء في السابقة أو الجديدة؟ الدكتور محمد يتكلم عن إنجازات اللجنة السابقة، أنا أسأل الدكتور محمد والدكتورة إيلان والخمسة أو الستة الأعضاء اللي جنبه، أين هي الإنجازات؟ كم عدد الجرحى الذين تم علاجهم منذ 8 أشهر إلى الآن؟ الجرحى بالخارج معهم في الهند 69 جريح، أودعت اللجنة قد تعد إلى الهند 430 ألف دولار حسب تصريح رئيسة اللجنة بكي يلموا وتمرفع فيه. إلى الآن عدد الجرحى بداخل الهند 53 جريح ما زالوا عالقين في الهند. يعني 69 جريح وردت إلى الهند 430 ألف دولار عدد الجرحى اللي تم علاجهم بهذا المبلغ. أين راح بقية المبلغ؟ أقول لك، وصلت قبل 4 أشهر للهند، كنت أسمع لجنة طبية في داخل الهند، وبعد ما وصلت لم أجد لجنة طبية، بل وجدت شخصا واحد اسمه علي القرادي فاتح دكان بالشارع، ما عندش مقر حتى، مصاريف الجرحى قدام كافتيريا، أقرب واحد يمني يعرف الكافتيريا، قدام كافي العرب في الشارع يصرفه، هذا الدكان يبيع بنادول، يبيع زنادول، يبيع ما فيش لا رئيس ولا ماسكية ولا مترجم ولا شيء. ورغم ذلك اتصل وغلق تلفونه. مخصصات الجرحى من تحت كانت شهريا توصل 300 ريال اللي هي المصروف الشهري، بالاضافه الى 100 دولار ايجار سكن. كان يقوم رئيس اللجنه بصرف هذه المبالغ بالرديه والتعامل معها واخذ فارق السعر، اخذ فارق السعر، يعطي 100 دولار كانت تصرف خارج ب 6800 روبيه. ورئيس اللجنه الطبيه يصرفها للجريح ب 6300 ويجبر الجرحى على عمل استلامات بالدولار، بعد كل 100 دولار تخصم 500 روبيه في 60 جريح تعالج كم يطلع لك على كل جريح 300. هذا واحد. تكاليف اسعار العمليات بين المستشفيات التي متعاقد معها هنا في الخارج الفارق كبير جدا، تصل النسبه احيانا حق اللجنه الطبيه بالهند لما يفوق 70%. كل الطلاب وكل الجرحى اللي عايشين في الهند عارفين هذا الشيء وعارفين شغل اللجنه. انا شخصيا قرر لي علاج طبيعي في مستشفى لمده شهرين ب 1600 دولار. تم الرفع من رئيس اللجنه الطبيه من هنا الى تعز، اعتمدت اللجنه الطبيه بتعز 1600 دولار اللي هو علاج طبيعي حق شهرين. اتفاجئ بعد اسبوع داخل المستشفى نفسه ان تكلفه العلاج الطبيعي حقي ليست 800 دولار بالشهر بل 600 دولار، 200 دولار اين راحت؟ مش عارف. ايضا معي الجريح محمد الكامل، تم ارسال المخصص حل مالي حقه من تعز بمبلغ 38 ألف دولار، انا اتكلم عن الاف الدولارات ما اتكلمش عن الروبيات، 38 ألف دولار تم ارسالها واعتمادها من اللجنه الطبيه في تعز لرئيس اللجنه الطبيه في الهند والى الان لم تدفع. نعم، يعني هذه الأرقام عمر، هذه الأرقام التي تحدثني عنها، وربما هناك أخرى بكونك يعني عضو في رابطة جرحى تعز، يعني بالتأكيد هناك ما هو أسوأ بالنسبة للجرحى بشكل عام، يعني أنت حدثتني عن جزئية فقط ما تعانون في الهند. نعم، أنا أتكلم عن بعض الحالات، ما خفي، أنا أقول لك ما خفيها كان أعظم. تقرير موفد اللجنة الطبية اللي أرسلوه للهند واضح جدا، في أحد جنوده يقول نصف المبلغ المالي الذي تم إنفاقه بالهند كان كفيل لعلاج كل الجرحى بالهند. نصف المبلغ المالي، هذا بالنسبة لي خصوص الفساد الذي تم بالهند. أما بالنسبة لفساد اللجنة في تعز، إيداع مبلغ وقدره مليون دولار حساب رئيس اللجنة بشكل خاص وهو مال عام، ايش يسمونه؟ نعم عمر، يعني وانا اتمنى ايضا مره اخرى من كان قريبا من السيده ايلان، دكتوره ايلان، او بجانبها وهو يتابعنا، او ان كانت هي تتابعنا، ان تفتح احد تليفوناتها كما وعدتنا للظهور لتوضيح ما حدث. يعني وهناك ايضا مكتب المحافظه وعدونا باعطائنا رقم احدهم ليتحدث، يعني نتمنى عليهم من باب المهنيه الاعلاميه، حاولنا ان نظهر معنا الجميع الأطراف ولكنهم يأبوا أن يوضحوا ما الذي يحدث. إذن أعود إليك دكتور، يعني
كل هذه النقاط التي للأسف الشديد تم التلاعب بها بحسب يعني الجرحى أنفسهم، يعني يتم التخصيص بمبلغ لعلاج سين من الجرحى ولا يتم إيصاله لهذا الشخص. هناك أيضا مسألة مندوبي اللجنة، على أي أساس يتم تشكيلهم؟ هل هناك غربلة في اللجنة الجديدة؟ ما الذي يمكن أن تحدثوا في اللجنة الجديدة لملافاة الاختلالات التي كانت في السابقة؟ أولا أنا أريد أن أقول للأخ عمرو السمدي أن هناك فعلا كانت لجنة الهند فاسدة في قمة الفساد، في قمة الفساد، وكانت هناك اختلاسات، بل كان هناك من يرفع إلينا أنهم جرحى وبعد ذلك يأتون إلينا بتقارير أخرى يقولون لا، نكتشف أن هؤلاء ليسوا بجرحى حرب وإنما أتوا للعلاج من أنفسهم. هناك كان اختلال واضح، وما أتى به الأخ الدكتور منصور الوازعي الذي بعث من قبل لجنة إلى هناك بالكلام الذي يشفي الجميع وواضح للجميع أن هناك كان هناك فساد، كان هناك تجاوز، كان هناك عبث، وكان هناك إهمال للجرحى، وكان هناك تصنيف للجرحى على حساب يعني انتمائهم السياسي. هذا واضح كان هناك عند لجنة الجرحى من الذي عين هذه اللجنة في الهند؟ هذه اللجنة تم تعيينها من يعني باقتراح من الدكتورة إيلان، ثم بعد ذلك أنا كنت معها فوقعنا على أساس أنها لتجربة لمدة شهرين أو ثلاثة، ثم هذه استمرت. هذه اللجنة يعني بعد أن يعني كما يقولون طلعت رائحتها إلى السماء بعد فسادها الكبير تم إقالتها، وهناك رسالة موجهة من رئيس هيئة الأركان العامة إلى سفارة الجمهورية في الهند على أساس أنها أو الأخ الرئيس اللجنة يحال إلى التحقيق هناك. نعم إذن يعني نعم لكن تفضل. لكن ما يهمنا الآن حتى لا نفقد الوقت أستاذ آسيا والإخوة المشاهدين، أنا أقول الآن ملف الجرحى ملف متعب وملف يحتاج منا إلى تضافر الجميع، وأقولها وبشفافية عامة تامة أنه من سيصدق مع الجرحى هنا سيصدق مع تعز، ومن سيتخلى عن الجرحى هنا تخلى عن تعز، وهنا سيكون ضد تعز وضد أهل تعز، هكذا أقولها بشفافية لكل مسؤول داخل اليمن وخارجها. نعم حدثني دكتور، يعني حتى يعني أنا للأمانة يعني يهمني الجرحى وأود أن أسألك، يعني هل استطعت أو هل ستقوم بكونك رئيس اللجنة الآن بمحو الاختلالات السابقة على الأقل؟ هنا هل هناك سيكون لديك هيكلة محددة؟ هل هناك لائحة تنظيمية؟ هل هناك تقسيمات إدارية صحيحة لمتابعة ما يحدث؟ وهل سيتم صرف الأموال بسندات واضحة حتى لو أتت أي لجنة تستطيع التباحث وتستطيع أن تضع الأسئلة وتجد الأجوبة عوضا عن الألغاز التي لم تتمكن لجنة الفحص من حلها في السابق؟ نعم تمت عدة لقاءات للجنة الحالية، وتم إقرار في الاجتماع الثاني إقرار اللائحة الداخلية ومناقشتها في الاجتماع، وتم إقرارها وتوزيعها على الأعضاء وتوزيع المهام على جميع أعضاء اللجنة، وهنا الآن اللائحة واضحة وبشفافية تامة، ويعني ستتجاوز جميع الاختلالات السابقة، وهذا أكيد لا نقاش فيه. نعم يعني وسنتابعكم دكتور يعني بعد عدة أشهر، أتمنى أن يعني يتم تجاوز كل هذه النقاط وأن نناقش مستقبلا كيف نجحت اللجنة الطبية في تلافي كل الأخطاء. ينضم معنا الآن العقيد عبد الباسط البحر نائب رئيس التوجيه المعنوي في لواء تعز. مساء الخير سيادة العقيد. مساء الخير عليك وعلى ضيوفك الكرام وعلى السادة المشاهدين جميعا. أهلا بك. إذن حدثنا سيادة العقيد عن علاقة قيادة المحور بما يتم الحديث عنه عن فساد في اللجنة الطبية لعلاج الجرحى. الحقيقة قضية الجرحى قضية حساسة وقضية مهمة جدا، وقيادة محور تعز تولي عناية كبيرة جدا بقضية الجرحى. نحن كلنا جرحى
وأولادنا وإخواننا وأقاربنا وكل زملائنا أيضا. نحن معظم القيادات لديهم جرحى وشهداء ومعاقين نتيجة هذه المواجهات، وهي قضية وطنية وإنسانية، وهؤلاء الجرحى هم سادتنا وهم في جرؤوسنا وهم من يعني قاموا بأعمال كبيرة من أجل الوطن ومن أجل الدولة. نعم، وهم يريدون أيضا مننا العمل، ليس الحديث فقط عن مدى أهميتهم بالنسبة لنا. ما الذي قدم لهم؟ نعم، العمل بالنسبة لمحور تعز قدم للجرحى منذ أول يوم، قبل وجود اللجنة الطبية وبعد وجودها وقبل التشكيل، ومنذ أول يوم كان قيادة محور تعز تبحث عن كل الطرق وكل الوسائل سواء الرسمية أو الشعبية أو غيرها بكل الوسائل الممكنة من أجل جراحة الجرحى، من أجل علاج الجرحى سواء في المستشفيات في المدينة. وفي منذ البداية استقبلت أعداد كبيرة سواء في مستشفى الروضة أو الثورة أو الصفوة أو غيرهم من مستشفيات المدينة، والآن يعاد تأهيل المستشفى العسكري ويستقبل عدد كبير من الجرحى أو في الخارج. لا نريد أن ندخل في مناكسات كبيرة في هذه القضية الحساسة بما يؤثر على المناكفات موجودة سيادة العقيد وظهرت للسطح، والناس يتساءلون عليكم توضيح ما الذي يحدث. يعني هناك رسالة موجهة لكم من محافظ المحافظة يضع عليها الكثير من الأسئلة والاستفهامات، يعني ويوجه لكم بضرورة تحمل مسؤوليتكم بطريقة خالية من المناكفات والتسويف والمماطلة وسرعة تفعيل اللجنة الطبية وصرف المبالغ المطلوبة لعلاج الجرحى في الخارج في تعز. لماذا لم يتم ذلك؟ المبالغ المرصودة ليست موجودة في قيادة محور تعز، هي موجودة لدى الحكومة ولدى البنك في عدن، ويجري متابعة ذلك، ويجري أيضا متابعة اللجنة الطبية لاستلام المبالغ المخصصة، وأيضا هناك لجان مشكلة بالنسبة لأي قضايا سواء فساد أو تلاعب، هناك لجان مشكلة سواء من السلطة المحلية ومحافظة المحافظة شكل لجنة، وهناك أيضا لجان رقابة وتفتيش ترتبط بالجانب العسكري وترتبط المفتش العام، وهناك مفتش في محور تعز رجل أكاديمي ومتخصص وله فريق فني ايضا في هذا الجانب، ويقوم بدوره ويرفع تقاريره الى الجهات العليا في الجيش. والجيش يعني ذكرت لك انها قضيتنا الجرحى، نحن الجرحى والجرحى نحن، يعني ليست قضيه جانبيه ولا قضيه ثانويه ولا قضيه. انت تعلم ما الذي يؤسفنا يا سياده العقيد؟ يعني ان نتحدث نحن عن جرحانا بهذا الشكل، وان نجدهم مرميين في الدول، وان نجد جراحهم تتعفن، وان نجد اطرافهم تبتر، في حين لا نسمع جريح واحد يتاذى من الطرف الاخر لدى جماعه الحوثي. خصصت لهم مستشفيات بالكامل لمعالجتهم في ظل عدم استطاعتهم للخروج والسفر، الا اننا لم نسمع بقضايا فساد كما يحدث مع جرحى الجيش الوطني والمقاومة. لذلك يعني هذا هو ما يؤسف للأمانة، أن نجد أن الجرحى مجرد شعارات نتغنى بها في الإعلام، وهم تيجان رؤوسنا وهم أهم شيء بالنسبة لنا، وهم من قدموا أرواحهم لأجلنا، وهذه الأرواح تتعفن جراحها وتبتر أعضاؤها للأسف الشديد. يعني أود أن أستفهم منك من نقطة، يعني في الرسالة التي وجهت لكم من قبل محافظ المحافظة، وهو يتحدث عن 3 مليار لم يصرف منها اللجنة الطبية سوى 25 مليون من أصل 400 مليون مخصصة لجرحى الحرب في إطار المبلغ، وعليه حتى نتمكن من مطالبة الحكومة بتعويض المبلغ على ضوء وثائق صرف صحيحة ومعمدة. لا زلنا ننتظر أن تقوموا بتنفيذ توجيهاتنا بتسليم وثائق الصرف ليتم المطالبة باستعادة المبلغ. كيف يتم العمل دون وثائق صرف سيادة العقيد؟ أولا لابد أن يترك لنا الفرصة للحديث. ما تفضل لديك كل الوقت. سؤالك كلام غير صحيح وغير دقيق بالمرة. الميليشيات الانقلابية تمارس تمييزا عنصريا
لا تقوم بإسعاف الجرحى من غير الطبقة. دعنا منهم، دعنا منهم سيادة العقيد، وحدثني عن جرحانا. نعم وهناك لا 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 لا، لماذا يعني نصر على المغالطة؟ لابد من وضع النقاط على الحروف. هناك فساد مهول داخل وهذا لا يبرر، لكن الحقيقة هناك، لكن هناك التكتيم وعدم الشفافية والقسوة الأمنية والقبضة نعم الأمنية. نعم، إذن نحمد الله على الشفافية التي التي لدينا في جانبنا. حدثنا لدينا نعم، حدثنا عن موضوعنا بهذه الشفافية التي يعني لدينا نتميز لدينا بها عنها. لدينا شفافية ولدينا وضوح ولدينا ذكرت لك رقابة وتفتيش وتتعامل مع هذه القضايا بكل شفافية وبكل وضوح، وتتعامل مع الجهات العليا في الجيش وتتمم كل يوم بالموقف الناشئ تماما. نعم، النقطة التي طرحتها بخصوص 375 مليون سيادة العقيد، يعني هل تم تصفية العهدة بسندات صرف واضحة؟ غير صحيح هذا الكلام. لا يعني والمحور طبعا لا نريد ان ندخل نحن في اشياء جانبية ومناكفات جانبية. هذه رسالة من المحافظ، يعني ليست مناكفات سيادة العقيد، هذه رسالة واضحة من المحافظ. نحن لم نقرأها إلا في وسائل التواصل الاجتماعي، في وسائل الواتساب والفيسبوك وأي أمور. عجيب، يعني الوثيقة يعني لم تسلم إليكم هذه الوثيقة؟ أنا شخصيا اطلعت عليها في وسائل التواصل الاجتماعي في الفيسبوك والواتساب، وعلى العموم إذا وصلت الوثيقة إلينا فهناك جهات قضائية ورقابية لنعرف من سلم هذا المبلغ وكيف كان الاعتماد وما هي اللجان التي تم صرفه والكشوفات التي تم صرفها والأسماء الجرحى التي تم معالجتهم بها. هذه الأمور ستخضع لرقابة دقيقة ولتفتيش دقيق، وأي شخص أخطأ أو كذا سيتحمل مسؤوليته كاملة كائنا من كان. لكن هذه المعلومة أنا أؤكد أنها معلومة خاطئة. نعم. رصد مبلغ لمعركة ولأعمال عسكرية، بلا شك أن هذه المعركة لها جوانب كثيرة، منها جوانب لوجستية وجوانب قتالية وذخائر وإمداد. نعم، هو تحدث عن مبلغ معين لعلاج الجرحى. نعم، الـ400 كانت مخصصة لعلاج الجرحى، سنتابع. هذا أمتينا فيها مطلقا، لم نستلم أي ريال واحد ولا فلس واحد. على كل سيادة العقيد، نعم اللي في غيرت مشوار تعال. نعم، أتمنى أن تطلعوا على هذه الرسالة، ونحن سنتابع الملف في الحلقات القادمة لنرى إلى أين ستصل لجان التحقيق. شكرا جزيلا لك العقيد عبد الباسط البحر، نائب رئيس التوجيه المعنوي في محور تعز. عودة أخيرة لك دكتور محمد. دكتور، يعني ما الذي يعني يمكن أن تقوموا به بخطوات محددة حتى يعني على الأقل يشعر الجرحى بأن هناك من فعلا سيتابع جراحهم ويتابع قضيتهم؟ قبل أن ننهي هذا اللقاء، أولا أتمنى أن أعود إلى لقاء قادم كما قلت أختي آسيا، وأن يكون وجهي مبتسما غير الوجه الذي أتيت به وأنا عابس. أتمنى أن يكون ذلك، وذلك بشفاء جرحان الأبطال أتمنى ذلك. وبصرف المبالغ المخصصة لعلاجهم العلاج الكافي واللازم والذي يفي بحقهم، ولا يستطيع أن أحد أن يفي بحقهم. وأنا نعم، أقول وهذا هنا الجرحى لا يطلبون لا يشحتون من أحد، هذه حقوقهم وهذه الأصل أنها تصل إليهم من غير أن يناشدوا ومن غير أن نقف هنا أمام القنوات. أنا أرجو بنهاية هذا اللقاء أطالب بمبلغ عاجل، وأرجو أن الروتين في الإدارات المالية يخف قليلا وبشكل قانوني، نحن مع القانون لكن يخف قليلا علينا حتى نتمكن من إسعاف الجرحى بالمبالغ، وأن نعم تحول المبالغ ذلك إلى البنك المركزي في تعز. نعم، وتحول المبالغ إلى البنك المركزي في تعز. نعم، لدينا خطتنا القادمة، انتهى الوقت، سنتابع نعم المبالغ نعم نعم للأسف شديد يعني يشير لي المخرج بانتهاء الوقت. شكرا جزيلا لك دكتور محمد الثوابي، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية. أشكركم. شكرا.
نعم للأسف الشديد تم التواصل، يعني الدكتورة إيلان تواصلت معنا الآن، ولكن للأسف الشديد بعد انتهاء الوقت. أتمنى أن تكون على الأقل على أخبار الحادية عشرة أو في حلقات قادمة لتوضيح ما يحدث. الشكر لكم، وأشكر أيضا عمر الصمدي أحد الجرحى والذي كان معنا، وشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم. إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.